طب نسيب مين؟ سيبوه يفضفض، مين اللي انت عارفه ايه اللي هيفضفض؟ حضرتك عارفه ايه اللي مفرحني؟ ان قول. هي عامله 5 مليون فيو في خلال اسبوعين، اورجانيك. اورجانيك يعني بدون، في الوطن العربي كله مش في اه مصر بس، لكن بالظبط. انا عملت حوارات في كل الاذاعات في الوطن العربي بالكامل الفتره ما اللي فاتت. خلينا نشرح الناس قصة الأورجانيك يا عمرو دي، وأنا بشكرك إنك قلتها، لأنه بقى في ناس بتشتري الفيوز، لكن أورجانيك بالظبط يعني معناها هي مشاهدات حقيقية بدون شراء ولا بالظبط بوست. بالظبط. طيب سيبوه لمين؟ بس أنا فالتجربة شايفة، أقول لك الصراحة، أقول أنا شايفة إن في تحدي، يعني قعدتك وسيبوه وبتقرب والكاميرا، وأنت بتعرف تشتغل مع الكاميرا كويس، فأنت برضو عندك تحدي. التحدي حلو على فكرة، التحدي حالة حلوة يعني. اولا انا ابتديت وانا بلحن اول اغنيه لحنتها في حياتي كان عندي 18 سنه، تمام فانا بقالي 25 سنه بلحن بس انا سني صغير، صحيح. والتلحين الغنى كان هو حلم بيراودني من زمان. التحدي الاكبر ان انت اما ابتديت ان انت هتفكري تغني، الموسيقى كلها حالها اتقلب والموسيقى راحت في مكان تاني خالص. صحيح. فكان قدامي حل، كان قدامي حل من الاثنين، يا اما ارتقي بالناس وافكر ازاي ارتقي بيهم، يا اما افضل اهاجم الناس اللي عملت المزيكا دي.